فالبعض بيسأل، البعض بيسأل هل هيرحل الدكتور محمد أبو العلا بالتحديد بعد أزمة الإصابة أو الإصابات في المنتخب اللي هو يعتبر ملوش ذنب فيها، بخلاف البيان اللي طلع في الأول بتاع اتحاد الكورة وبعد تصريحات الدكتور محمد أبو العلا برضه عشان أكون أمين معاكم، لكن اتضح إن الإصابة كانت أكبر من كده. لكن افصل ما بين تداعيات إصابة صلاح وبعض الإصابات في المنتخب، دكتور محمد أبو العلا هو من أفضل الأطباء اللي موجودين على الصعيد الطبي بخلاف التصريحات، أو على الصعيد الطبي، على صعيد التشخيص، على صعيد الجوانب العلاجية اللي ليها علاقة بالإصابات بتاعة الملاعب، فهو متميز، متميز ما فيهاش نقاش. فناس تسأل هل هيرحل الدكتور محمد أبو العلا، أنا بقول لحضراتكم إن الدكتور محمد أبو العلا مكمل مع منتخب مصر.